صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعفو الفا يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعفو يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد نحل في حسنك المملى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك المملى يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك لارفع يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك لارفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك
ملوك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأجدان صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعشوا واذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة العذى وكن يقظانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيان مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه ظهره الله حماه اختاره وما براك مثلي صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العاشق أوصانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة يا رب صل على النبي تحت باب
أتركه في كل حالة باب ما أوسع من به قام حاز الجمال. يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. اسمعوا يا أحب قال أحسن دلالة واسمعوا من لسان صدق صدق المقالة. أشهد إلا جمالا قر في قلبي إن صدق ما كان قالا. يا رب صل على نبي ما جاء بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. ما خلاك ربنا في الكون كله مثالا شرف الله أوصافه وكرم حلالا. يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. ربي عبدك به يسألك فاقبل سؤالا. انصر انصر جيوش الحق يا ذا الجلالة. يا رب صل على النبي ما جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. واخذل اخذل لأهل البنك وأهل الضلالة واصلح أحوال الآل الوقت بالفي عجالة. يا رب صل على النبي ما جاءنا بالرسالة من كلمته الغزالة وسع أحوال آل الوقت به في عجالة. طيب أوقاتنا فرق مراكي دلالة. يا رب صل على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. رب صل عليه في كل شان وحالة وآله والصحابة ما استمعنا مقالة. محمد وآله من كلمت غزال الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أناقض لا توانا صلى الله عليه حتى أناد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء الحمد لله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه وسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إيه العمل يا حمادي وطلعت المشهد كل الأمم تشهد عندك رسول الله رسول الله محمد زين والله زين له شك القمر نصفين محمد زين والله زين له شك القمر نصفين وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله إيه العمل يا حمد يوم طلعة المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله إيه العمل يا حمد يوم طلعة المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله محمد خير من يمدح له أبواب السماء تفتح محمد خير من يمدح محمد خير من يمدح له أبواب السماء تفتح ومن صلى عليه أفلح ويبقي في أمان الله العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله محمد ساكن الوادي بلا
ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد فحث السير يا حادي إلى الكعبة وبيت الله العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسامحهم من الذنب وغفار الذنوب الله إيه العمل يا حمد يا طلعت المشهد كل الأمم تشهد إنك رسول الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهمي بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا ياخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حان صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام
رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافع صاحب القدر المرفع الله فما لا نور النوى برسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كسر أصنام شرك وبنا شرك تصدى ودنا واقتل هدايا برسول الله وحمال كفر يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات حشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما يا رسول الله قد من هؤلاء الأفضاع سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جاي
المصطفى اجمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله. شملنا بالمصطفى اجمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله. يا عظيم المن يا رب يا الله. شملنا بالمصطفى اجمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله. وبه فانظر إلينا يا الله كل مطمع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي وشفع يا الله. واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واسكنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واختم العمرة بحسنى واحسن العقبى ومرجع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه سلم بعد الثرى وآله وصحاب مأسنا شاء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. الله 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 الله. يا ربي صل على المختار طه الرسول. الله 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 الله. يا ربي صل على المختار طه راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله 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 الله. يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا فرد يا خير معطي هبل واختم لنا منك بالحسنى نهار الغفور. الله 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 الله. يا ربي صل على المختار طه الرسول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول. عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله 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 الله. يا ربي صل على المختار طه الرسول. يا ربنا استمع ما نقول وقبل دعانا إننا
وتارة رسول وفي نحور الأعادي بك إلهي نصول في شهر رمضان قامتك جامع الذبول الله 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 يا ربي صل على المختار تبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على الصدق في سبل الرجال الفحول الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على المختار طه الرسول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول الله اختار طه الرسول يا ربي صل على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Our respected Sayyid Habib Umar, all respected ulama, my beloved mothers and fathers, and beloved sisters and brothers, and honorable youth and children, I greet you with universal greetings of love and honor and respect and mercy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for gathering us here tonight to remember Allah and to put praises on our beloved Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for the greatest honor and the greatest privilege that Allah has granted us. Amongst millions and millions of people, Allah has chosen us to be part of the ummah of Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Such a great honor, such a great privilege. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us to be steadfast. Once again, we can't thank Allah enough for all the favors that Allah has bestowed upon us. We can't thank Allah enough that Allah subhanahu wa ta'ala sent us again such a great leader, Habib Umar, alhamdulillah. The people of Cape Town are very fortunate. Last week, two of our young ulama from Australia, they were here and they left Cape Town. Finally. And they were actually crying because they're going to miss the mahabbah, the barakah, the special bond that the people of Cape Town have and the special love they have for Allah and the special love they have for our beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We thank Allah subhanahu wa ta'ala who has placed this love for our beloved Nabi alayhi salatu wasalam. In Cape Town, up till today, we are already in Jumad al-Ula, but people are still celebrating the mawlid of our beloved Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Alhamdulillah.
So that was what our forefathers left for us. It is now our responsibility and our duty to make sure that our children will continue with this legacy of our extreme love for Allah and extreme love for our beloved Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I want to remind the audience again, because I've benefited so much last night again. It's just that Habib Umar has reminded us that the Nabi Muhammad was asked, who are the best musalleen? And the Nabi Muhammad said, those who remember Allah the most. In other words, outside the salah. Who are the best sa'imeen? Who are the best people that are fasting? Who are the best mujahideen? Are those people who remember Allah in abundance. Allah makes special mention of the fact, وَذَّاكِرِينَ Allah كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ. Those men and women who remember Allah in abundance, أَعَدَّ اللَّهُ لَمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah has prepared for them a complete forgiveness and a big reward. And that will be Jannah, or Jannah al-Firdaus. When I was in Tarim, one of the brothers showed me a person, and I will always remember this. No, I'm not just sure about the number. They showed me a person that on a daily basis, he says 10,000 times, La ilaha illallah. 10,000 times, La ilaha illallah. So we are not there yet, but because of the barakah of these gatherings and these reminders, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us to increase. In fact, maybe we haven't taken Allah serious enough. Allah says to all of us, Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Oh, you believe? Remember Allah in abundance. In abundance. Now that example that I've seen and heard in Tarim, that is, for example, taking Allah serious. Allahu Akbar. Imagine our beloved Nabi alayhi wasallam said to us, there are two particular words that are very easy on the tongue and is going to weigh heavily in our scales the day of Qiyamah. And listen to the other one. And Allah, the most merciful, the Rahman, loves these two words. Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-Azim. My message tonight is first to myself and to everybody else, we must start to take Rasulullah more serious. These two words, if you repeat it and repeat it every day, 100 times, 200 times, 300 times, it's going to tip our scales. That is actually the meaning of thaqilatani fil mizan. It's going to tip our scales on the day of Yawm al-Qiyamah. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us to take the example of these people, you know, on a continuous basis. Like the Nabi Muhammad said to an old man asked Rasulullah, I'm not so young anymore, I can't do so much. And the Nabi Muhammad said, just keep your mouth moist with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, before the adhan of the Salatul Isha, we are in South Africa, and there's about 50 million people in South Africa. And the people are waiting for us to deliver the beauty of Islam. Alhamdulillah. You know, Donald Trump is actually doing us a favor. So many people in the United States of America, they are supporting the Muslims. Non-Muslims are supporting the Muslims. I just received a clip, video clipping this morning of John Kennedy Airport in Kentucky. Is that correct? In New York. The demonstrators, the protesters that came to the demonstration is 95% non-Muslims. Eh? Subhanallah. So our duty is just to deliver the message. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغِ. We are not responsible for the results. And this is a very key point. We are not accountable in front of Allah for the results of our da'wah.
But we are only responsible and accountable of how we do our da'wah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana. Call to Allah with wisdom and with beautiful words. The people in South Africa, alhamdulillah, Allah has granted us this ni'mah, and we must make use of this ni'mah before it's going to be taken away. Because this is sunnatullah. If you don't make use of Allah's ni'mah, Allah takes it away. May Allah protect us. The situation in South Africa is most of the people, the indigenous people of this country, they don't change their way when you invite them to Islam. They will listen to you. And one of two things happen here in South Africa. They are going to tell you, just leave, we love the deen of Islam, I will accept it. Or they will say, leave me on my the religion of my forefathers, but you can take my children because this is a beautiful religion. Allahu Akbar. So may Allah subhanahu grant us the wisdom and the know-how and the concerted effort and the seriousness. وَمَنْ أَحْسَنُ كَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Who is better in speech than the person that calls to Allah subhanahu wa ta'ala? So with these few words, may Allah subhanahu grant that the rest of our lives is going to be the best of our lives. And we always, always conclude to remind our beloved brothers and sisters and our honorable youth to please don't be neglectful with the salah. All of us, we wish and we desire to go to Jannah. But you can't enter the Jannah if you don't have the key to the Jannah. And our beloved Nabi Muhammad says, مَنْ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ مُضِيعٌ لِلصَّلَاةِ لَمْ يَعْبَ إِلَّهُ بِشَيْءٍ مِّنْ حَسَنَاتِ. Whosoever leaves this world whilst he or she was neglectful with the salah, on the day of Qiyamah, Allah is not interested in all your other good deeds. You could have gone for Hajj every year. If God could have gone for Umrah every month and given sadaqah to the poor millions. But because of your negligence of the salah, Allah don't want to see you the day of Qiyamah. Allah don't want to speak to you. Allah is not interested in all your other good deeds. In fact, the malaika will come to you, says Rasulullah, and tell you, you are standing in the wrong queue. These people are going to Jannah. Amma anta. But you, because of your negligence of the salah, your place is there with the kuffar. And Rasulullah is even more specific, sallallahu alayhi wa sallam. Your place is there with the worst of kuffar. Fir'aun, Amman Ubay ibn Khalaf. May Allah protect us. I always love to tell people, just imagine the day of Yawm al-Qiyamah, when you're going to receive your book in your right hand, how you came to rejoice. That moment, Allah is even recorded in the Quran. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَ بِيَمِينَ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَ. The one that's going to receive his report in his right hand is going to say, here's my book, I've made it to the Jannah. And just imagine on the other side of the coin, the malaika give your book in your left hand and said, you didn't make it, you failed. You got so many reminders of the salah, but you didn't take heed. So your place is, you failed. Rasulullah says, those people are going to cry, and they're going to cry, and they're going to cry until there are no more tears, and blood will come out of their eyes. May Allah protect us. We are so fortunate to be Muslimin. Alhamdulillah. We are so fortunate that Allah has given us the key to the Jannah. The Jannah is waiting for us. Allah has prepared all our Jannat. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. And may Allah grant us all us a husnul khatimah. We just want to show our visitors how we every Thursday night ask for husnul khatimah. In the thrava amulum tajawabna. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi jamma atana bna minka maghfirata wa husnan. Yeah.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا يا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اجعلنا جميعا من عبادك الصالحين واجعلنا يا الله من عبادك المتقين وارزقنا يا الله حياة طيبة صالحة إنك سميع الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يرى ويسمع ما قد يسمع الفيل لظل ترعد بوجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تمويل كيف أقوم بعد الجهاد ذا لعلك لو ترجمت لك أنا خيرا لأني إذا ما خلطت لغاتك لعلي أضيع أتكلم إنجليزية ولكن لست مجيدا لها كما أجيد العربية فأخشى أن أتخبط ما شاء الله كان لي كلام كنت أظن أني سألقيها فإذا بالكلمات التي قد ألقيت جرفتني وأخرجتني من سيري ولكن علي أعود قالوا ذكرت إلفي قالوا ذكرت إلفي فهل أنسى فأذكر ما نسيت ذاك حب المحب الله الذين يحبون الله قال ذكرت إلفي يقولون ذكرت إلفي من الناس من يقول ذكرت إلفي فهذا الذي يحب الله يقول وهل أنسى فأذكر ما نسيت يعني في محبوبه لأنه المحبين الذين ذكره الحبيب هنا هم يقولون ذكرت إلفي I missed you I think about you but هو يقول فكيف أنسى إن كان هذا محبا حقا فكيف تنساه حتى تذكره Our guest from Tanzania, Sheikh Hassan, he recited a couplet which comes down to that he said, I remembered the one that I love. And they asked me that, how is it that you're remembering the one that you love? And his response was, how can I forget the one that I love? أَمُوتُ إِذَا ذَكَرْتُمْ ثُمَّ إِذَا ذَكَرْتُكُمْ ثُمَّ أَحْيَى فَكَمْ أَحْيَى فِيكُمْ وَكَمْ أَمُوتُ So he says that, I die when I remember you and then I live. So how many times do I die and then live through remembering you? فأموت شوقا وأحيا بالمنى وكم أحيا فيك ولولا حسن ظني ما حييت فأموت شوقا وأحيا بالمنى ولولا حسن ظني ما حييت So he said, I die out of my desire towards you, and then I live out of, again, desire towards you. And had it not been for my excellent thought of you, I would not have been alive. شربت الحب كأسا بعد كأس فما شرب الشراب فما نفشت الشراب وما رويت شربت الحب كأسم بعد كأس. I drank love one glass after the other. فما نفد الشراب وما رويت. So he said that my drink does not come to an end and I don't quench my thirst. أردت أن أعلق قليلا على ما قاله الأخي ولكن كلامي يا سيدي يا حبيبي. So he says that was my short words upon the lecture that was given by Sayyid Salim, but now I want to speak to Sayyid Habib Umar. يا حبيبي قصتنا نحن أمامك نحن جميع الحاضرين قصة حنظلة والنبي أو قصة أبي عمرو
العلواني مع الجنيدي. هذه قصتنا. أما قصة حنظلة، جاء يوما فقال نافق حنظلة، نافق حنظلة، فقالوا كيف نافق؟ قالوا لأننا إذا كنا معك يا رسول الله نرقى وكأننا نطأ بما أخمسنا الثريا، كأننا يعني نشاهد الملائكة، ثم إذا خرجنا إلى بيوتنا عفسنا الأزواج وفعلنا ما فعلنا فيزول عنا ما نجدها إذا كان إذا كنا معك. So he said, oh Habib Umar, our story with you is like the story of Hanzala and the messenger Muhammad, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he said that the story of Hanzala was that Hanzala kept the company of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and then he left the company of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and he went about saying that Hanzala has become a hypocrite. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked him regarding the statement, he said that when I am with you, O Prophet of Allah, it's as if I can witness angels in the roads. And when I'm no longer with you, then the faith of ours decreases. Yeah. فقصتنا قصة حنظلة مع الرسول. قصتنا معك قصة حنظلة مع الرسول. كنا هنا قبل سنتين فلقيناك فحملنا ما حملنا وصرنا ما قد صرنا فإذا نحن قد ضووعنا وضعفنا وجئنا إليك مرة أخرى لتشحننا حتى نقوم بالمهمات. So he said that we were here 2 years ago and we experienced what we experienced in your company and we took what we took and tasted what we did and then we carried this responsibility with us back home and then he said we became weak and we were negligent and now we have returned once again so that you may recharge us. وكما قيل لكل عالم كبوة وكل امرئ وإن طال سلامته فلا بد له من نظرة ستخون فنحن نخرج من هنا ولكن هنالك عقبات كثيرة ونحن إنسانيون ونفقد ما قد وجدنا عندك فقصتنا كقصة أبي عمرو بن العلوان قيل كانت تلميذا للجنيدي وأنه يوما خرج لحاجته فلقي جنازة فشيع الجنازة أكلم فشيع الجنازة فصلى على الجنازة فذهب إلى المقبرة وانتظر حتى دفن الرجل فوجد القيراط كلها ونحن علنا عسانا نقوم بالمهمات كما ينبغي كما فعل هذا أبو عمرو بن العلوان وجد القيراط كلها ولكن فبدا له من غير قصد رأى امرأة متبرجة فنظر إليه بلمح من غير قصد فلما رجع إلى بيته ففي بيته عجوز قال العجوز يا أخي يا سيدنا ما لك وجهك أسود نرى أرى سوادا في وجهك فأخذ المرآة فلما نظر في المرآة وجد وجهه أسود فعاد في سره ليكتشف أين دهيت فتذكر المرأة التي رآها فتعبد 40 يوما يستغفر الله ويبتهل ولكن السواد لم يخرج من وجهه حتى بدا له في فكره مرة أنزل شيخ الجنيد فذهب إلى شيخ الجنيد سافر إلى بلده فلما وصل بغداد لما دق الباب من قبل أن يفتح الباب قال الجنيد يا أبا عمرو تذنب في بلدك وتغفر لك هنا فدخل والسواد قد محى عن وجهه قصتنا معك قصة الجنيد مع أبي عمرو العلوان هذا الذي نرجوه منك
جئناك لتشحننا مرة أخرى، جئناك لتدعو لنا، جئناك لتستغفر لنا حتى لا يثبتنا الله ويقول اقعدوا مع القاعدين حتى نقوم بالمهمات. ألقيت خطبة اليوم ما أجلها وأعظمها، قلت نقوم علينا أن نقوم بمهمات الأنبياء، لن نطيق ذلك إلا بدعوات منك واستغفار منك لنا حتى يغفر لنا فنقوم بالمهمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So Sheikh Hassan, he said that our story with you, O Habib Umar, is the story of Abu Amr al-Alwani, who one day attended a janaza, and he followed the janaza all the way to the graveyard, the maqbara, hoping thereby to attain the reward that the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned in the hadith. And while he was at the graveyard, or after leaving the graveyard, there was a lady, and his gaze fell upon this lady, and this caused him to earn the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he continued his journey until he came, he returned home to an old lady. And this old lady said to him that, why is it that I see darkness on your face? And then he looked into the mirror and he saw his face was dark or black. And he then thought, what could have been the cause of this darkness appearing on my face? And then he remembered that his gaze fell upon a strange lady. And he then turned to Allah subhanahu wa ta'ala, crying and praying and asking Allah subhanahu wa ta'ala to pardon him. But the darkness remained on his face. Until, I think, Sheikh Zayed, this old lady advised him that you need to go to Sheikh Junaid al-Baghdadi. And then he traveled to the hometown of Sheikh Junaid al-Baghdadi. And when he reached the door of Junaid al-Baghdadi, without him knocking, without Junaid al-Baghdadi opening up, Sheikh Junaid replied from the inside that, how is it that you've sinned in your hometown, but you've attained forgiveness from Allah here at my door? And then the darkness will remain. And then our Sheikh Hassan turned to Sayyid Habib Umar and he said, similarly, we are like Abu Amr al-Alwani, and we have come to you asking that you pray for us and asking that you seek Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness for us. And then he mentioned some of the advices that Sayyid Habib Umar gave during the Jumu'ah lesson or khutbah today, where Habib was encouraging us to carry this important message with us of calling people to Allah. And he said that that is something that we can only fulfill, O Habib Umar, if you pray for us and seek forgiveness for us from Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة تربها من ذكي المسك أعطار. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، منازل خير سادات. ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادات. ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة. ألا يا الله بنظرة. ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر، إليهم معتني كل مطلوب تيسر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.
hope in Allah is that He did not bring us together here, save that He wills to bring us together there. وقد قالوا في خطابه لو لم تردني لما أرجو وأطلبه من فيض فضلك ما ألهمتني الطلب. And they say in their address to Allah, were you not to will to give us from a forth pouring of your generosity, you would not have inspired us to seek this. Alhamdulillah ala ma fataha min al-abwab. We praise Allah for what He has opened of doors for us. وَيَسَّرَ مِنَ الْأَسْبَابِ and made easy for us the means. وَذَلَّلَ مِنَ الصِّعَابِ and what He has caused from the clouds to pour upon, down upon us. Or made easy, excuse me, what He's made easy of those things which are difficult. أَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمُ النِّعْمَةِ and we ask Allah to complete His favor upon us and upon all of you. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. It is sahih in hadith from our Prophet صلى الله عليه وسلم. ما غني أنه سئل ما غنيمة مجالس الذكر. That he was asked what is the spoils or the benefit that is taken from gatherings of dhikr. فكان هذا الجواب من نبينا. So the answer from our Prophet was. غنيمة مجالس الذكر الجنة. That the spoils, the benefit that is taken from gatherings of dhikr is paradise itself. قال بعض شيوخنا وطابت جلسة مع بعض العارفين بالله تعالى فالتفت إلينا وقال أنا وإياكم سنذكر هذه الجلسة في الجنة. Some of the knowers of God had a very blessed gathering of dhikr and they said, you and I will remember this gathering in paradise. قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Allah says, and some of them approached others, all asking one another. أقبل بعض أهل الجنة على بعض في تساؤلات. The people of paradise approach one another and ask one another questions. وفي مقولات بينهم ذكرها لنا الرب. And in what occurs between them, the Lord has mentioned. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. That we prior to this were among our families in a state of fear. كنا أيام كنا في الدنيا نخاف أن لا نصل إلى هذا المكان. We during our days in the lower world feared that we would not reach this place. نخاف أن يعرض عنا إلهنا. We feared that our Lord would turn away from us. نخاف أن نقطع عن هذه المرافقة. We feared that we would be cut off from this company. لكن النتيجة فمن الله علينا. However, the result was so Allah favored us. فمن الله علينا. So Allah favored us. ونحن وإياكم بين يدي هذا المنان. And we turn to this favorer. المنان جمعنا. Excuse, we are before this favor, and this favor, he is the one who brought us together. والمنان يسمعنا. And he hears us. والمنان وفقنا. And the one who gave us this favor, or gives this favor, he has created for us the ability to be here. فيا من من عليهم من علينا. Oh, you who favor them, favor us. قالوا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. So they say Allah has favored us and protected us from the punishment of the fire. إنا كنا من قبل ندعوه. Prior to this we used to pray to him. إنا كنا من قبل ندعوه. Prior to this we used to supplicate him. وها نحن ندعوه. And here we are praying to him. ندعوك يا منان. We are asking you, O Mannan, O Munificent. ندعوك يا بر يا رحيم. يا بر آمين. إنا كنا من قبل ندعوه. Prior to this, we prayed to him. إنه هو البر الرحيم. Verily, he is. فيا بر يا رحيم. من علينا. آمين. وقنا عذاب السموم. آمين. فيا بر يا رحيم. آمين. من علينا. آمين. وقنا عذاب السموم. آمين. آمين. وعرف هذه الوجوه على بعضها البعض يوم القيامة. آمين. And make these faces know one another in the Akhirah. عرفها على بعضها في دار الكرامة. Make them know one another in the abode of your generosity. واجعل معها التعرف لوجوه من في ديارهم. And along with this, make the faces of those who are in their homes known in paradise. والحقوق علينا وعليهم. And all of those whom we owe rights and they owe rights. برحمتك يا أرحم الراحمين. By your mercy, O most merciful. بوجاهتي
صاحب الوجهة الكبرى لديك. And by the prestige of the one with the greatest prestige before you. وصاحب المنزلة العظمى عندك. The one with the greatest station with you. حبيبك. Your beloved. حبيبك. Your beloved. حبيبك. Your beloved. الذي لم تحب أحدا كمحبتي. That you have loved no other as you have loved he. بل ما أحببت محبوبا من أهل الأرض ولا من أهل السماء إلا من أثر محبتي. And you did not love anyone in the heavens and the earth save due to the traces or the effects of your love for him. فبحبيبك أجب دعاءنا. By your beloved answer our prayer. آمين. بحبيبك لبي نداءنا. And through the beloved respond to our call, O Allah. بحبيبك حقق رجاءنا. And through your beloved grant the realization of our hopes. اللهم إنا نشهد ما كان من خير أوصلته إلينا فقد رتبت وصول ذلك على حبيبك وبركة حبيبك. O Allah, we testify that any good you've made reach us, you've based its arrival to us on your beloved صلى الله عليه وسلم. كيا من جمعتنا في بركته هنا اجمعنا في زمرته هنا. O you who brought us together in his blessing here, gather us in his group there. تعرض عليه أعمال أمته. He is shown the deeds of his community. فاجعل جمعنا من أزكى ما يعرض عليه. Make this gathering of ours from the most pure and excellent of things that are presented to him. ومن أحب ما يكون لقلبه في أمته. And from the most beloved of things to his heart concerning his or in his community. وحنن روحه علينا. And incline his heart to be tender towards us. وعطف قلبه علينا. And make his heart incline to us. برحمتك يا أرحم الراحمين. By your mercy, O most merciful. ولقد كان آخر ما ذكرنا في الدرس الصلاة عليه. And the end of what we mentioned in this lesson was prayers upon the Prophet صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قوله إن أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. And we mentioned his saying, verily the closest of people to me on the day of rising are those who invoke the most prayers upon me. ولقد قالوا إن الصلاة عليه تعظم نتائجها على قدر عظم المحبة والشوق. And he said, verily prayers upon him, prayers upon him are increased in merit based on the amount of love and longing for him that are in وعلى قدر الإجلال والتعظيم. And to the extent of reverence and magnification. فتجلب الصلاة عليه على هذا الوصف ما لا تجلبه صلوات كثيرة مع قصر هذا الوصف. So with this characteristic, a prayer brings benefit, exponential benefit beyond a prayer that does not have this characteristic. جعلنا الله وإياكم من أسعد الناس بالصلاة عليه. May Allah make us and you from the most fortunate of people in invoking prayers upon him. وإذا كان في قصتي تلميذ الجنيد أن قال تذنب هناك ويوفر لك هنا فإذا امتدت العلائق بيننا وبين خير الخلائق قال تذكروني هناك وأنا أذكركم هنا ويمتد هناك مع هنا فما هناك ولا هنا إلا الهنا. And if the story of Junaid, he said to his student, you disobeyed your Lord there and you were forgiven here. If we have a strong connection to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the bonds stretch from here to there so that here and there cease to be. وكاس حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا لا زال ممتدا من اليد الكريمة على مدى هذه القرون في خصائص من محبوبيه وذرية الحسين. And the goblet, the drink, the beverage of his saying, I am from Hussein and Hussein is from me, and those who love Hussein have loved me, that continues to be stretched forth on the hands of the elects of his heirs from his community. فَيَا رَبَّ النَّاسِ بِخَيْرِ النَّاسِ هَنِّنَا بِذَلِكَ الْكَاسِ. O Lord of humanity, by the best of humanity, grant us to drink from that drink.
فلو دار هذا الكاس في مجلس لكان الجلاس فيه أقرب إلى الحق ورسوله من كثير أجسادهم في المدينة أو في مكة. So if one of that, if that glass is that, if that beverage were passed in a gathering, the people in that gathering would be closer to Allah, Al-Haq, and His Messenger than many of those who are in the city of Al-Madinah. ولقد ذكر لنا أن الفرض في الشريعة ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. He mentioned that obligations in the sacred law can be divided into a personal and a collective or communal obligation. فرض كفاية, فرض عين, and فرض كفاية. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله ثم إنه ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. أما فرض العين فهو اللازم على كل مكلف. So Imam An-Nawawi, he says, may Allah have mercy upon him. The obligation is divided into personal and collective obligations. The personal obligation is required from every individual. وإذا قام به البعض لا يسقط عن الباقين كالصلاة والزكاة. And if some of them perform this obligation, that obligation is still not lifted from the rest. والحق يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. And the real says that my servant does not draw nearer to me by anything more beloved to me than what I have obliged him to do. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. And my servant continues to draw nearer to me by voluntary works, nawafil, after performing the obligations until I love him. فَالْإِعْتِنَاءُ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَوَّلْ أَسَاسِ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ ثُمَّ مِنَ اللَّهِ. So concern to fulfill obligations, that is the first of the obligations that a believer must perform who loves Allah. ثم الإكثار من النوافل بعد ذلك. And then the believer should do abundant voluntary works thereafter. لكن يجمع الفرائض والنوافل مسألة الاتباع للحبيب. However, obligations and voluntary works are both combined or are included in the general question of following the Prophet صلى الله عليه وسلم. فقال فاتبعوني يحببكم الله. So he said, Allah revealed on his tongue, then follow me closely and Allah will love you. وانظر قد يقوم المؤمن بأعمال من الطاعات كثيرات بعد أداء الفرائض يتحبب إلى الله تبارك وتعالى مع نقص وضعف في الارتباط بالجناب النبوي فلا يزال يكثر حتى تعود عليه العائدة. قال يتقرب لي بنوفل بعد أداء الفرائض حتى أحبه لكن إذا تم الارتباط بذاك الجناب طويت المسافة وبعدت الآفة ماشي فاتبعوني حتى يحببكم لكن بجزم وجواب فاتبعوني يحببكم الله. So a believer may gradually draw nearer to Allah by obligatory works and then continue to draw nearer by voluntary works until Allah loves that believer. Until Allah loves that believer. However, when the believer becomes entirely encompassed by or enfolded in and engrossed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that distance until is effaced such that it is merely follow me and Allah immediately loves you. فإذا مضيتم بأنفسكم مع ضعف في تبعيتي فانتظروا حتى يأذن بفضله متى أذن. And if you found in yourselves a weakness in following him, then wait until Allah or seek from Allah to give you permission to follow him. فتأتيكم محبته بعد ذلك. So then love will come to you thereafter. لكن إن مضيتم متبعين لي فخذوا المحبة مباشرة. However, if you go forth following him, or following me, rather speaking from that tongue, then take love from Allah immediately. ولذلك قالوا لا يمدح ولي بأحسن من أن يقال كان شديد المتابعة لمحمد. And for this reason, it is said that a
wali, a friend of God, is not praised by more than the saying that this person was very intense, shadeed, in following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. لِأَنَّ التَّابِعَ فِي حُكُمِ الْمَتْبُوعِ. Because the follower has the same ruling as the one whom he is following. وَقَدْ كَانَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ الْحَدَّادُ شَيْخَ الشَّيْخِ يُوسُفُ يَقُولُ مَا مِنْ سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا وَأَرْجُو أَنِّي قَدْ عَمِلْتُ بِهَا. And Imam al-Haddad, the Shaykh of Shaykh Yusuf, he would say, there is no sunnah that was established by Allah's Messenger, save that I hope that I have performed it. لِذَلِكَ قَالَ الْحَبِيبُ عَلِي الْحَبَشِي فِي مَدْحِهِ قَرَّتْ بِهِ عَيْنُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَهُوَ لَهُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَوْلَادِ. For this reason, al-Habib Ali al-Habashi said, praising al-Imam al-Haddad, that he was a source of joy for the Prophet Muhammad, or literally tears of joy for the Prophet Muhammad. So he is for the Prophet from the best of children. وَقَدْ كَانَ فِي أَيَّامِ شَبَابِهِ وَأَوَّلِ عُمْرِهِ كَاتَبَ الْإِمَامَ محمد بن علوي السقاف إمام الحرم في ذلك الوقت ليجيزه ويرسل له الإلباس. And during his youth, he corresponded with the Imam Muhammad al-Saqaf in the sacred precinct so that he would by correspondence don him in the cloak or the cloak of the Sufis. الإمام الحداد يقارب الثلاثين من عمره. And Imam al-Haddad was about 30 years old at that time. فلما وصل إليه الكتاب كتب له أن من عادتي ألا أجيز أحدا ولا ألبسه إلا بعد إذن من رسول الله. And he responded when the letter of Imam Haddad reached him that it is typically my practice that if someone asks me to give them a license in ijaza, I do not do so except after receiving permission from Allah's Messenger. وإني متوجه هذه الأيام إلى المدينة فإن حصل الأذن لكم كتبت لكم الإجازة. And he said, so during these days I'm going to travel to Al-Madinah and if I receive permission I will write for you an ijaza. فلما وصل المدينة ودخل للزيارة نازلته حالة عظيمة حتى خففوا عنه بعض ثيابه حتى أفاق منها. And when he entered Medina and he began to visit, he was overcome by a great spiritual state, such that they even had to remove some of his clothes to lighten it until he regained his full presence, his full consciousness. And when he regained his consciousness, he said, bring me ink and a pen so that I can respond to Imam Abdullah al-Haddad with other than my initial response. And he responded that Allah's Messenger has commanded me to give you ijaza and don you in the cloak and place you in a state of spiritual governance and that I pass this trust over to you. And he sent the very clothing that he was wearing at that time and gave him the ijaza. في اليوم الذي توفي فيه الإمام محمد بن علوي السقاف في مكة المكرمة. And he returned to Tarim in the day in which the Imam, the letter reached from Tarim in the day that Imam Muhammad al-Saqaf died. وأشار إلى هذا في قصيدة ليقول بقية قوم قد مضوا وخلفتهم وهم خلفوني في الحما عندما ساروا. And he indicated that in his poetry, and I am what remains after a people who made me their caliph after them having passed in that sacred precinct. ثم قال ولي من رسول الله جدي عناية ووجه وإمداد وإرث وإيثار. And then he said, and this is metaphorical, I have from my grandfather Allah's messenger a concern and a state of prestige and a assistance and a preference that he gives me. ثم لما كان عمره في الخامسة والثلاثين ذهب إلى الحج عليه رحمة الله. And then when he was 35 years old, he went to Hajj. Allah's mercy be upon him.
وفي تلك السنة لقيه الشيخ يوسف عليه رحمة الله. And in that year he was met by the Sheikh Yusuf, mercy of Allah be upon him. فعجب بعجائب الإرث الكبير وهم دون الأربعين من أعمارهم. So how very wondrous is this great legacy, this inheritance they received from the Prophet صلى الله عليه وسلم, and they're even at the early age before 40. وصلوا بعدما جاوزوا الأربعين. So then if they reach these stations prior to the age of 40, what kind of stations did they reach after the age of 40? ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. That is Allah's generosity. He gives it to those whom He wills. بل قام بعض الأولياء وكأنه من المغرب في خيمة الإمام الحداد وأخذ يصيح أيها الناس هنيئا لكم في حجكم هذا العام القطب حج معكم موجود في خيامكم. And there was one of the awliya, it was as though he was from the North African people, and he stood and started calling out how very good it is for those of you who have made Hajj this year, the Qutb, the axial spiritual figure of this time, has made Hajj with you. And he stood and said this in the tent of Imam al-Haddad, indicating him, but Imam al-Haddad remained silent. ودخلت أول السنة وهو في مكة المكرمة فقدموه أول يوم في العام الجديد ليصلي بهم في الحرم في صلاة الفجر يوم الجمعة. So he in that first year entered Mecca al-Mukarrama, and or the first of the year he entered Mecca al-Mukarrama, and they pushed him forward, put him forward for him to lead the dawn prayer for them that day, and it was Friday. فقرأ بهم سورة السجدة وهل أتى على الإنسان. So he recited for them Surah Alif Lam Mim Sajda, Surah Sajda, and Hal Ata Ala Al-Insan. ثم سافر إلى المدينة ومعه وفد كريم واستقبله كثير من أخيار أهل المدينة. And then he traveled to Al-Madinah in a noble delegation and was received by many of the people of Al-Madinah. فلما وقف وسلم سمع كثير ممن معه رد السلام عليه من وسط القبر الشريف يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. And then when he stood and greeted the Prophet sallallahu alaihi wasallam with salams, many of those who were present heard the response from the grave itself saying wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وفي ذلك قال وقفنا وسلمنا على خير مرسلين. So in that he says in poetry, we stood and greeted with salams the best messenger. وخير نبي ما له من مناظري. And the best prophet who has no equal. فرد علينا وهو حي وحاضر. So he responded to our greeting and he is alive and present. فشرف من حي كريم وحاضر. So how very noble of a living, generous man and present one was he. وبينما كان جالسا يوما في الروضة إذ أتاه بعض الأشراف فسلم عليه فقال لي حاجة فادعو الله لي فقال حاجتك مقضية. So when he was sitting in the Roda one day, a noble man of Sharif came to him and said, I have a need. So then he prayed and he said, your need is fulfilled. So then the man left. So then he said to the one who was next to him, who is this one who shook my hand and asked me to pray for his need? He said, the man was from the prophetic descendants, the Ashraf of Mecca. And he said that he asked for wilaya, for being a saint, and this with his heart, and he said this request was fulfilled. And then Imam al-Haddad returned in the next year, he was made the governor of Mecca. And I mistranslated it. I said wilaya sainthood, but mean governance. So he lived according to a noble manner of conduct and justice, this man again who asked to be the governor and was made the governor based on this dua of Imam al-Haddad. So how very glory to the one who's the giver and the bestower. قال أما فرض الكفاية فهو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
to proceed. He said, as for the communal obligation, fard kifaya, it is that which if some do, the obligation is lifted from the rest. Karad salam. Like responding to a greeting of assalamu alaikum. Faraddu salami wajibun wa khayru man qama bil wajibi ahlullah. And so responding to a greeting of salam is an obligation, and the best of those who would fulfill one of Allah's obligations are the people of Allah. فَيَسْعَدُ مَنْ يُكْثِرُ السَّلَامَ عَلَى أَهْلِ حَضْرَةِ اللَّهِ. So those who often send salams to the people of Allah's presence, Allah's hadra, they are felicitous. فَإِنَّهُمْ يُرُدُّونَ عَلَيْهِ. Because they respond to them. لكن سيد أهل الحضرة حبيب الله محمد. However, the foremost of the people of that presence is the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. قائل ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. He is the one who says, no one sends me salams except that Allah returns my spirit to me such that I respond to his greeting of salams. ومن رحمة الله بنا أن فرض علينا السلام على نبيه وسط الصلاة. And from Allah's mercy upon us is that Allah has made it an obligation upon us to send salams upon him in our prayer. بل نخاطبه في تلك الحضرة ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. And that we speak to him directly in the second person in that presence, and we say, may peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. حتى إذا داخل صلاتنا شيء من التقصير والغفلة فقبل هذا السلام كان جواب رسول الله مكملا لما نقص منا وعوضا عما كان في صلواتنا. Such that if there is some negligence or deficiency in our prayer and then he responds to us with this greeting of salams, that greeting of salams from him completes the deficiency that is in our prayer. فلا نخرج من الصلاة حتى نسلم عليه. So we do not exit the prayer until we greet him with salams. ونتعرض لأن يرد علينا. And we give ourselves for the opportunity for him to respond to us. وإذا رد علينا كيف لا نقبله. And if he responds to our greeting, how would we then not be accepted? ومن سر ذلك قال الحق لكل مسلم إذا خرجت من هذه الحضرة وتعرضت لسلام نبي عليك ورحمة إياك فاحمل السلام إلى من حواليك في العالم فاخرج من الصلاة بالسلام على من يمينك ومن يسارك. So then Allah says, if you enter that state and then you receive the salams of the Prophet, then take that and exit that state by greeting with salams those who surround you. تعرضاً أن يمتد نور رده السلام منك على من حواليك من جميع العالمين. And that is your taking advantage of the opportunity that the salam from him that was responded to your, that was a response to your salams, that would extend to all of those that surround you. ولما ختم ذكر الأوصاف النبوية الحبيب علي حبشي في مولده قال فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. And Imam Ali al-Habashi, when he completed the mention of the noble prophetic virtues in his poem about the Prophet, or his mawlid about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, and here it is becoming that I hold back my pen, that I stop writing anymore, and then that I just give salams on the best of humanity. فجعل في ختام مولده السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. So then he ended his mawlid by sending salams upon the Prophet three times. ونقول جميعا. And let us all say. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن به التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أفضل صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين. وكذلك تشميت العاطس إذا حمد الله. He also mentioned that responding to the one who sneezed and said Alhamdulillah with the correct prayer, that is also a communal obligation. عده الإمام النووي في فرض الكفاية وعده بعض العلماء في سنة الكفاية.
And the Imam al-Nawawi here considers it a communal obligation. However, some of the scholars considered it a communal sunnah. فعلى هذا القول للنووي إذا عطس بيننا عاطس فحمد الله ولم يشمته أحد منا صار علينا الإثم. So on this saying of Imam al-Nawawi, if one of us sneezed and said Alhamdulillah, and none of us replied to that with the correct prayer, then all of us would have been disobedient. وقد كان بعض اليهود يتعمدون العطاس عند النبي رجاء أن يقول يرحمك الله فيعلم أن دعائه مقبول وأنه لن يعذب. And there was a Jewish man who would deliberately sneeze in the presence of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم so that he could praise Allah and have the Prophet say يرحمك الله so that he would not be punished, because he knew that that prayer from the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, may Allah have mercy upon you, that that would be accepted. وعطس بعضهم عنده فحمد الله فالتفت إليه وقال هداك الله. And one of them sneezed in the Prophet's presence and praised Allah, so the Prophet responded, may Allah guide you. ولكن قبلت الدعوة فهدي وجاءت الرحمة. And however, the prayer was accepted, so he was then guided and the mercy came. فهو رحمة كله. All, he's entirely mercy. قال وصلاة الجنازة فهي فرض كفاية. And the funeral prayer is also a collective obligation. ويتعرض للمغفرة بها الميت والمصلون عليه كذلك. Both the dead as well as those who pray over him have the opportunity to be forgiven by performing the funeral prayer. ومن رحمة الله في الأمة أنه إذا شهد الجنازة 40 غفر الله للميت. And from Allah's mercy for this community, if 40 attend the funeral, the deceased is forgiven. وإذا صلى عليه 3 صفوف غفر الله له. And if 3 rows pray over him, 3 prayer rows, then Allah forgives him. وإذا غفر للميت فمن صلى على مغفور غفر له. And if the deceased is forgiven, then those ones who prayed over him are also forgiven. ولما رأى بعضهم الإمام الشافعي بعد موته فقال ما فعل الله بك قال غفر لمن صلى علي بي وغفر لي بصلاة سيدنا نفيسة. And when some of them saw Imam al-Shafi'i after his death, they said, what did Allah do with you? And he said that Allah forgave me by those who those who prayed over me were forgiven by virtue of me, and I was forgiven by virtue of Sayyidatina Nafisa. وكانت من ذرية سيدنا الحسن بن علي. And she was from the offspring of Imam Sayyidina Hassan bin Ali. حملوا جنازة الشافعي إلى باب بيتها فصلت عليه. They carried the janaza of Imam al-Shafi'i to the door of her home, and she prayed over him. ثم صلى عليه الناس عليه الرحمة. And then the people prayed over him, may Allah's mercy be upon him. وقبل سنوات ليست ببعيدة قبر بعض الأموات في مقبرة الإمام الشافعي فرآه بعض أصحابه فسأله عن حاله. And years ago, and not that distant, in the past, someone was buried in the graveyard of Imam al-Shafi'i, and he was seen after his death, and they asked him what had occurred. فقال له لما قبرتموني كنت في عذاب فلما كان العصر وصل إلى فوق قبري ظلة قبة الإمام الشافعي فغفر الله لي ببركته فرفع العذاب عني. So this person again who was buried in the graveyard of Imam al-Shafi'i and seen in a dream after his death, he said that initially I was being punished and then the shade of the dome that is over Imam al-Shafi'i's grave at Asr time reached my grave and then I was forgiven by that. فَإِذَا رَحِمَ الْحَقُّ عَبْدًا رَحِمَ مَنِ اتَّصَلَ بِهِ. So when Allah has mercy upon a servant, Allah has mercy upon all of those who are connected to that servant. وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أَنَّ سَيِّدْنَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَرَّ فِي مَقْبَرَةٍ فَسَقَطَتْ شَعْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ
فرفع العذاب عن أهل المقبرة. And some of the knowers of God, they said that Imam Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, he passed by a graveyard, and one of the hairs of his beard fell at that graveyard. So because of that, Allah forgave those who were in the graveyard. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو عماد في الإسلام. He continues to mention again communal obligations, commanding the right and forbidding the wrong when it is called for, and this is from the pillars of Islam. لكن قال بشرطه لأنه قد يكون على غير الشرط فيثمر سوءا وشرا ومنكرا أكبر. However, he said, with its proper condition, because if it is not performed with the proper condition, it can bear or yield a worse wrong deed and harm. كذلك عمارة الحياة بالمهن والحرف التي يحتاج إليها الناس في حياتهم من فروض الكفاية في الشريعة. It is also from the communal obligations in the Sharia that we undertake beneficial occupations that society needs. فإذا صحت النية صارت عبادة. So if one has a sincere intention in these occupations, they themselves become acts of worship. كمثل الطب والصناعة والزراعة. Like medicine, manufacturing, and agriculture. قيادة السيارات, قيادة الطائرات. Driving automobiles or flying planes. وكل حرفة ينتفع بها يحتاج إليها. فرض كفاية على المسلمين أن يكون فيهم من قام بها. And every occupation that is of need and benefit to the society, then there are some that must fulfill it. قال والسنة والمندوب والمستحب والفضيلة والمرغف فيه بمعنى واحد, وذلك عبارة عن أقوال النبي وأفعاله إلا ما خص به وما أقر عليه ورضي به وما هم به ولم يفعله كصوم يوم تاسوعا. He continues to say the terms sunnah, recommended, preferable, meritorious, and desirable all mean the same thing. That which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said or did or approved of in others, or accepted or intended to do but did not carry out, as with fasting on the 9th of Muharram. ثم ذكر لنا أصول الدين والمرجعية في هذه الشريعة لجميع المسلمين. And then he mentioned the fundamentals of the religion and the basis of the sacred law for us and all Muslims. فقال أصول الدين أربعة. So he said the foundations of the religion are four. الكتاب والسنة. The Quran and the Sunnah, the book and the Sunnah. فهذان الأصلان. Are the two fundamentals or foundations. وبالكتاب والسنة اعتبرت الحجية والمرجعية في المرجعين الآخرين. And through the proof of the book and the Sunnah, we accepted the other two fundamentals. وهما الإجماع والقياس. And these two are scholarly consensus and analogy from other established rulings. وقال المعتبران إذ لا يعتبر إلا إجماع أهل النظر في الدين من خواص العلماء في كل زمان. He continued to say, when the latter two are recognized as binding by scholarship, in each time. ولا يكون القياس معتبرا إلا على الأسس الصحيحة ممن هو أهل للاستنباط. And analogy, qiyas, is not accepted except upon a correct basis from those who actually have the aptitude to make judgments in the Sharia. فكل ما خالف هذه الأربعة فهو بدعة ومرتكبه مبتدع يتعين اجتنابه زجره. Whatever contravenes these four bases is blameworthy innovation, and its perpetrator is an innovator who Muslims are obliged to avoid the company of and rebuke. وختم هذا المقصد بمسألتين مهمتين. And this objective was concluded by two important questions, or with two important questions. الأولى ما قال فيها ومن المطلوب اعتقاد من علم وعمل ولازم الأدب وصاحب الصالحين. The first of them being the obligation to have a good opinion of the pious who kept the company of the pious. فمن الواجب المهم في كل زمان على أمة النبي محمد أن يعظموا ويحترموا ويقدموا ويقدروا
أهل العلم العاملين بعلمهم المرتبطين بالسند المتصلين بالصالحين. So the people of each time in the community, they must respect and show deference to and have a good opinion of those who have knowledge and act on their knowledge and keep the company of the righteous. فكل من لم يعرف قدرهم ويخضع لهم سلط عليه أن يقدر من لا قدر له وأن يتبع من لا خلاق له ولا علم عنده من هوى أو فاسق أو مبتدع أو شيطان. And everyone who does not show them the proper courtesy and respect, Allah will afflict them with the misfortune of revering those who Allah would not have them revere, of their own desire or caprice, of those who are corrupt, of the devil himself, and so on. فتعظيم العلماء والصالحين أساس في حفظ الدين وحفظ الصلة بالله ورسوله. So reverence for the learned and the pious, that is a fundamental or basis of preserving the Sharia and preserving the deen. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله وأما من كان مسلوبا عقله أو مغلوبا عليه كالمجاذيب فنسلم لهم ونفوض إلى الله شأنهم مع وجوب إنكار ما يقع منهم مخالفا لظاهر الأمر حفظا لقوانين الشريعة المطهرة. And then he mentioned the second important question, and that is, as for the bereft of reason or deranged, like those overcome by divine attraction without outward responsibility to obey the sacred law, we leave them be, consigning the knowledge of their real state to Allah, though it is obligatory to condemn whatever proceeds from them in contravention of the external appearances of the divine command, in observation of the rules of the sacred law. فالشريعة هي الأصل الحاكم على الجميع. So the Sharia is the basis upon which all are judged. وما صدر من أرباب الخير من الذين استقاموا على المنهاج ثم غلبتهم جذبات ونحوها إن كان ظاهره مخالفا للشريعة فيكون على تأويل وحال مخصوص في وقت صاحبه فيه معذور. So if someone of the pious is overcome by the divine attraction, so things proceed outwardly which contravene the Sharia, while those outward contraventions are reprehensible, they must be interpreted as having occurred in a state that this person is excused from that act. فلا يمكن الاقتداء به فيه. So you cannot follow the person in this act which contravenes the sacred law. وأما الإنكار إن تعين الإنكار فإن كان مع الأدب وحسن الظن فهذا هو الذي أشار إليه الشيخ عليه رحمة الله تعالى وصاحبه يكون مثابا غير مبعود ولا مطرود. As for censoring or rendering or viewing this action to be reprehensible, with adab, with still being courteous and also having a good opinion, that is what the Shaykh is indicating that we must do. أما الإنكار مع سوء الظن ومع التطاول أو السب فيكون على صاحبه وبالا وسببا للطرد والبعد. And if the person censures this with an evil opinion and poor manners, then that person is harmed by these poor manners and themselves will be distanced from Allah. نختم بذكر قصة حصلت في هذا الموضوع والمضمار في زبيد من مدن اليمن. So then let us conclude this lesson with a story about this subject that occurred in Zabid, which is one of the towns in Yemen. بين عالم جليل مشهور من فقهاء الشافعية صاحب الإرشاد ابن المقري عليه رحمة الله. And this incident occurred between a great famous scholar Ibn al-Muqri from the Shafi'i jurists. وبين ولي كبير صالح هو إسماعيل الجبرتي عليه رحمة الله. And between a friend of God and a pious man, Ismail bin al-Jabarti, may Allah have mercy upon him. وكان ابن المقري متوليا للقضاء في مدينة زبيد. And Ibn al-Muqri, he was the judge, responsible for being a judge in the city of Zabid. وحصل أن بعض الناس
سرق بقرة الشيخ إسماعيل الجبرتي. And what occurred was that someone stole the cow of the Sheikh Ismail ibn al-Jabarti. فجاء إلى القاضي ليحكم. So he came to the judge so that he would oversee this case. وحضر المدعى عليه. And the one that was accused also attended. فقال القاضي الشيخ إسماعيل ابن المغري هل عندك بينة يا جبرتي؟ And he said, the judge said, Ismail bin Jabarti, do you have a proof that this cow is yours? قال لا ليس عندي من يشهد بهذا. He said, no, I don't have anyone that can testify that this cow is mine. قال إذن فيحلف هو أنها بقرته ونسلمها له. So then the one who's accused, he can swear an oath that it is his cow and we're going to give it to him. قال إن هذا لو كان يخاف الله ما سرق بقرتي فيحلف كذبا. And he said, this man, if he feared Allah, he wouldn't have stolen my cow, so he's just going to swear a false oath. قال ليس لك إلا ذلك. He said, I can't do anything more other for you other than this. قال أنا أجعل البقرة بنفسها تنطق وتشهد أنها لي. So then Ibn al-Jabarti, he said, I will have the cow testify that it is mine. قال القاضي أنا ما أقبل شهادة بقرة. So the judge said, I don't accept the testimony of a cow. قال أحسن تحكم وتسمع الكلام وتسمع الإقرار من البقرة. And he said, it would be better if you would accept this, listen to what I say and accept the testimony of this cow. قال عندي في الشريعة لابد من عدلين اثنين وناس مسلمين ما هو بقر. So the judge said, with the Sharia as I have understood it, I must have two upright Muslim witnesses, not a cow. قال يا أرض خذيه فقاص في الأرض هذا القاضي إلى ركبتي. So then Ibn al-Jabarti said, O earth, swallow him up. So he was sunk into the earth up to his knees. And he said, so will you make this judgment based on the testimony of my cow or not? He said, no, I won't make that judgment. So then he said, oh earth, swallow him. So then he sunk to his waist or his midsection. And he said, now will you judge this case based on the testimony of the cow or not? And he said, no, in a judgment according to the Sharia of Muhammad, I cannot accept the oath or the testimony of a cow. فهم أن يدعو عليه ثالث مرة فصاح ابن المغري القاضي شريعتك يا رسول الله فلفظته الأرض. So then he was about to pray against him and again, and Ibn al-Muqri, he called out, your Sharia, O Messenger of Allah, so the earth spit him up. ما كان يحتقر الولي. He didn't have an evil opinion of this saint, this friend of God. ولا كان يسبه. Nor did he insult him. ولكن عظم الشريعة. However, he revered the Sharia. فلما رآهم هذا كالسارق بهذه الصورة فزع وخاف وقال البقرة للشيخ وهرب وترك البقرة. So then when the thief witnessed this miracle, he was terrified and he called and he said the cow belongs to the sheikh. رأى كرامات كبيرة وخاف على نفسه. So he saw this miracle and he feared for himself. فالله يرزقنا محبة أوليائه. So may Allah give us to love the awliya, his awliya. والتسليم لأصفيائه. And may Allah give us to surrender to his chosen. وتعظيم شريعة خاتم أنبيائه. And to revere the sharia of the seal of all of his prophets. ظاهرا وباطنا. Outwardly and inwardly. إنه أكرم الأكرمين. Verily he is the most generous of the generous. والعفو على طول الوقت عليكم. And forgive us for the gathering being long for you. نظر الله إلينا. May Allah gaze upon us. مع صحابيشمون الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لناتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا وانصر بنا سنة طاب واسلك بنا في نهج طال مصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد أرنا بفضل منك طلعة أحمد أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت تران ها نحن بين يديك أنت ترانا ها نحن بين يديك أنت ترانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا سبحان ربك وسلام على المرسلين بالعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين زيادة من فضل الله وجودا من جود الله وكرما واسعا من حضرة الله ندخل به في دائرة حبيبه مصطفى ونسعد بالنظر إلى محيا ونسعد بالاكتفاء له والمتابعة له في ظاهر الأمر وخفاياه وكشفا لكروب أمته ونثبتنا وياكم في خيار أمته وبرك أمته على أمته وانفعنا بأمته عامة وبخاصتهم خاصة ماضيهم وحاضيهم وآتيهم إلى يوم الدين بنيت صلاح شؤوننا وشؤون أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب ودفع جميع المصائب والنوائب وختما لنا بأكمل حسنى وهراض عنا بلطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة